النحاس محمد عبد الجواد، النحاس الوحيد الموجود في مدينة القدس ولسه محافظ على مهنة النحاسة رغم قلة اهتمام الناس فيها. خليكم معنا لنسمع قصته من سوق الخواجات في مدينة القدس. أنا محمد عبد الجواد من القدس، بعمل في مهنة النحاس، تصليح وتبييض وترميم النحاس القديم. والله بالنسبة للمهنة أنا ورثتها عن أبوي الله يرحمه، أبوي بدوره ورثها عن أبوي يعني. وهذا المحل أنا فتحته هون أو اشتغلت في مجال هذه الصنعة في سوق الخواجات هون قبل 20 سنة تقريبا. وإلى 20 سنة فاتح محل هون بسوق الخواجات، والحمد لله رب العالمين اليوم عندي زباين وعندي ناس كثير بيعرفوني، بيجوا بصفوا عندي قطع نحاسية زي ما أنت شايفة. وبشتروا من عندك قطع زي هيك. والله احنا بنشتري جميع انواع النحاسيات يعني، لانه اليوم فيش شغل زي اول والناس بيجيبوا المستورد من برا يعني. بس في بعض الشغلات اللي ظلت موجوده متوارثه هون يعني في بعض المحلات او بعض المنازل، المطاعم مثلا قوالب الفلافل باشكالها واحجامها والوانها، ابريق القهوه الساده، سخانات القهوه تبعون القهاوي، ابريق السحلب، الهلالات تبعون المساجد. هذا بالنسبه للشغلات اللي احنا بنصنعها، وفي اشياء ثانيه يعني. اما اليوم اللي بنشتغله او بنسويه مع كل الناس هي تصليح القطع القديمه وتلميعها واعادتها يعني او اعاده تدويرها من جديد. اول شيء احنا محافظين عليها كصنعه وتراث وثقافه للبلد هذه يعني. بعدين ما فيش مجال اليوم بعمري انا اني اتعلم صنعه ثانيه او افتح مصلحه ثانيه، فعشان هيك بدي مكمل المشوار في هاي الصحة. بالنسبة لسوق الخواجات اليوم أغلبية المحلات فيه مغلقة مسكرة يعني، فيش إلا 4-5 محلات فاتحين، وفي حركة نشطة بس الصبح لحد الظهر بوجود مطعم تكيدك يعني، عشان في عندنا مطعم بيجوا الناس بيفطروا وبتغدوا، بعد ما يسكر المطعم السوق عندنا بيطلع على الآخر يعني. شو والله بالنسبة للنحاس يعني اليوم تقريبا السوق راح بطل زي أول يعني، بما إنه الناس اليوم الاستشارات الحديثه والنظيفه يعني، الا انه احنا لازلنا مرابطين في هذه البلد يعني بالسوق، ان شاء الله محافظين على هذه الصفقه.